أدور نائب رئيس تحرير الجمهورية، مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك. انا مش عارف مين معاكي. معانا النهارده استاذ خالد، خالد الأتربي. اهلا بيك. خالد الأتربي. اهلا بيك استاذ خالد. اهلا وسهلا بيك استاذ. اهلا وسهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. طيب، عايزين النهارده نتكلم عن علاقة ساديو ماني ومحمد صلاح جوه ليفربول. حضرتك شايفها ازاي في الفترة اللي فاتت؟ انت بتناقش نقطة مهمة جدا، هي علاجها السريع هو الحل للبقاء على توهج نادي ليفربول في الفترة الأخيرة، وبالذات صلاح ساديو ماني وفيرمينيو، الثلاثي اللي عمل موسم رائع في الموسم اللي فات. صحيح ليفربول لم يتوج بألقاب، لكن كانوا محط أنظار يمكن العالم كله. صحيح. وكان طبعا أبرز أضلاع هذا المثلث الجميل كان محمد صلاح اللي اقتنص العديد من الجوائز. لكن عايز اقول لك بس كده الاطارين مهمين جدا في النقطه اللي هتكلم عليها دول. الاطار الاول هو كيفيه اعاده العلاقه الثلاثيه بين اللعيبه الثلاثه دول بالشكل اللي كانت عليه السنه اللي فاتت، اذا اراد ليفربول انه يستفيد منهم اكبر استفاده ويخش بقى في سجل الابطال، لان هو السنه اللي فاتت تالق ولكن لم يدخل في سجل الابطال. النقطه الثانيه ان الاستفاضه في الكلام عن هذه الامور وزياده المعدلات الكلام عليها سواء في السوشيال ميديا او في ملاعب انجلترا او في الصحف الانجليزيه او انا وجهه نظري انها ستاتي بمردود سلبي جدا على العلاقه وعلى المستوى بتاع كلا اللاعبين. بس ارجع بقى للنقطه الاولانيه، ايه هو مصدر القلق في العلاقه بين صلاح وساديو ماني بالذات، وليه العلاقه دي مش متوتره بنفس هذا الشكل، او يعني بس لا تلقي عليها الاضواء بنفس هذا الشكل بين صلاح مثلا وفيرمينيو لاعب البرازيلي المهاجم نادي ليفربول. وقع الامر إن هي نقطه انسانيه بحته، يعني الانسان في طبيعته اكثر ما يحب هيحب نفسه، يعني اكثر حاجه هيحبها هيحب نفسه. صحيح. فساديو ماني كان موجود في ساحه النجوميه قبل صلاح بشويه، سواء في ليفربول او على مستوى الكره الاوروبيه. والدليل على ذلك ان هو في العام 2016 اللي هي السنه السابقه لفوز صلاح بلقب احسن لاعب افريقي، اما رياض محرز خد لقب احسن لاعب افريقي في 2016 وجاء بيير امريك اوباميون لاعب الجابوني كان ثاني لاعب، كان ساديو ماني وقتها الثالث. بس كان دخول ساديو ماني في قائمه الثلاثه الكبار كان معناه ان ساديو ماني بدا يبحث لنفسه عن مكان يفوز هو نفسه. صحيح. بجائزه احسن لاعب. صحيح. فالفتره حتى قبل قدوم صلاح الى ليفربول كان ساديو ماني الاسهم بتاعته ترتفع بشده جدا، وما كانش حد في الدنيا كلها حتى احنا يا مصريين نتوقع ان صلاح هيتوهج هذا التوهج ويخطف الاضواء حتى من ساديو نفسه ويخش وياخد لقب احسن لاعب وساديو ماني يجي في المركز الثاني. فاصبحت العلاقه العلاقه مش بس مجرد الاثنين زي في الملعب كل منهما يعني بيساعد الاخر على التالق، ولكن لا ارتدت الى كمان جوائز فرديه صلاح هو اللي سيطر عليها بدلا من ساديو ماني. اللي يعقد الامور اكتر ويمكن الناس مش واخده بالها منه قوي ان سن صلاح ساديو ماني هو نفس السن، الاثنين عندهم 26 سنه. صحيح. يعني معنى ان في لعيب يتفوق على اللعيب في هذه المرحله السنيه ان هو هيكمل بتالقه، ان هو اللي يستحوذ على الالقاب، هو اللي ياخد احسن لاعب، كما فعل مثلا قبل كده يايا توري اما خد لقب احسن لاعب افريقي 4 سنوات متتاليه، اما كان زمان صامويل ايتو خد برضه لقب احسن لاعب افريقي 4 مرات، ولما كان موجود في الساحه ديدي دروجبا. يعني اللعيب اللي هو بيبقى متوهج فتره مرحله عمره اللي هي المرحله السنيه الذهبيه لعمره اللي هي زي مرحله صلاح وساديو ماني، غالبا لو لعيب هو اللي توهج وهو اللي اختطف الاضواء وكده هو اللي هيكمل ان هو قصه بقى اكيد اللاعب اكيد وهذا الامر. فديت خلقت نوع من الغضابه شويه في العلاقه اللي بين صلاح وساديو ماني. بس كان يجب في الوقت المناسب يورجن كلوب يتدخل ان هو يعتبر ان الثلاثي كلهم بقى معاهم كمان ريفيرتو في فيرمينيو، ان الثلاثي ده ادي لليفربول خدمات جليله، ولعبه كره القدم ليست لعبه فرديه، وان اللعيب
اللي هو يدي لزمايله او يعطي لزمايله، هو اللي في نظر الناس هو الاكثر توهجا، وهو اللي في نظر الناس الاكثر عطاء. لان صلاح بجانب ان هو توهج وتالق على المستوى الفردي كان مع الفريق بشكل جماعي مميز جدا، وده اللي اكد عليه اكثر من لاعب منهم هندرسون. كابتن اكيد لما خد لقب احسن لاعب في انجلترا طلع على طول وصرح، قال لك من ضمن حب الجماهير لصلاح ان لعيب دايما يبدي الفريق على نفسه. كان هو بيستلم جايزه احسن لاعب بيقول ان انا الجايزه دي لنادي ليفربول وليس لمحمد صلاح، لان هو زمايلي هم اللي ساعدوني على ان انا اخد الجايزه دي. فهي دي الروح اللي يجب ان تستمر. اكيد اذا لم تستمر للاسف سيكون هناك امور مش جيده بين سواء بين صلاح وبين سيد وغني او في الفريق ككل. لان انا لمست يعني كان التحدي الحقيقي لصلاح هو ان السنه دي قدم نفس اداؤه السنه اللي فاتت. يعني ممكن لعيبه كتير زي رياض محرز اللي خد لقب احسن لاعب في 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 افريقيا 2016 كان هو متوهج جدا في انجلترا، كان احسن لاعب في الدوري الانجليزي، قاد ليستر سيتي للفوز بالدوري، عمل انجازات كثيره، لكن اين رياض محرز السنه اللي بعدها؟ اقل كتير جدا. صحيح. كان التحدي اللي كل الناس بتكلمه عن صلاح ان هو ليس المعيار، بان صلاح فعلا اقترب كل الالقاب وخلاص جاب 34 هدف في الدوري، كان متالق في دوري ابطال اوروبا وقاد ليفربول في نهائي دوري الابطال وعمل كل الانجازات ديت. التحدي الحقيقي انه يكرر نفس الانجاز في السنه اللي بعدها، ان هو يجيب معدلات تهديفيه مرتفعه، مش لازم يجيب ال 34، لا ممكن مثلا يجيب له 25 جول في الدوري الانجليزي، يبقى هو محتفظ لنفسه بانه برضه من ضمن الهدافين، محتفظ نفسه وعلى نفس مستوى الاداء، هو نفس مستوى العطاء، نفس ليفربول بحاجه اكيد اكيد. هي التحدي الحقيقي صحيح السنة. دكتور اتمنى ان العلاقه دي تزيد فريقها. اتمنى. دكتور طارق، عايز اسال حضرتك عن توقعاتك لمباراه بكره في تشامبيونز ليج ما بين باريس سان جيرمان وليفربول الانجليزي. بصي، هو نادي ليفربول اما حطيت بس دلوقتي الالقاب زي ما قلت في البدايه، يعني ليفربول كان بعيد عن ساحه البطولات ساحه الالقاب، الان اصبح الدوري الانجليزي نفسه اللي هو بيتصدره ليفربول مع نادي تشيلسي فرق بينهم فريق هدف واحد، ودوري ابطال اوروبا اللي وصل ليفربول الى مرحله ان هو يعني المباراه النهائيه اللي ما كانش وصل لها من 2005 عندما تفوز باللقب على حساب الناس. انا شايف ان قام الاوان ليفربول، يعني دلوقتي هو طموحه اللقب. اول اصطدام لليفربول مع نادي باريس سان جيرمان، نادي على فكره باريس سان جيرمان يعني الانديه على فكره المرشحه بكل قوه ان هو ينافس على اللقب بقى السنه دي، هو خلاص انتهى الدور يعني الفريق اللي بيتالق كده على مسار البطوله، لكن في النهايه بيخرج من دور الثمانيه او بيخرج من ادوار حاسمه، لا برضه بيفكر في اللقب. لكن وجهه نظري ان نادي ليفربول دلوقتي استوى وقال الاوان ان هو يبدا بدايه قويه عشان يتصدر مجموعه دوري الابطال، وبعد كده يكمل في طريق للبطوله في النوك اوت ستيج بقى، انه يكمل بقى مش للنهائي بس هذا العام، ولكن ايضا يتوج باللقب بقياده السنه دي محمد. شكرا ليك دكتور طارق.